إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة ورحمة حضراتكم من على أرضية ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نشاهد وإياكم هذه الانطلاقات في الفترة الختامية لهذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي صاحب السمو والملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد الأمين، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، مع هذه التحديات المتواصلة وهذه الانطلاقات الكبيرة الذي تحمل هذه الأعداد الهائلة، التي تحمل هذه الشعارات التي صالت وجالت بجميع ميادين السباق. بسم الله على بركة الله وتوفيقه، أعلنت انطلاقة وبداية شوطنا العشرون للقعدان الحقايق فئة العامة. نشاهد وإياكم هذه التحديات المستمرة المتواصلة مع انطلاقات الختام، البداية المقدمة والصدارة. ينطلق بن عايض لكي يقدم لنا اسمه محمد بن علي بن حمد آلف هيدا المري مع مرموق. المركز الثاني عبد الله بن ناصر بن حسن الهاجري من يقدم لنا عقاب. المركز الثالث وصل وتقدم وصل على ثالث المراكز لهم بن سعد بن طالب الفهيدة المري مع راهي. ينطلق شعار بن شريم من غير إلى المركز الثاني. المركز الثالث وصل شعار بن صهيب بادي بن تركي بن صهيب الدوسري مع لزام. وصل الفرتاج، وصل شعار بن حايل مع انطلاقة واندفاع شقران خلف بن نايف. الفرتاج الشلاقي الشمري من يقدم لنا اسمه، والوصول من سعيد بن صالح البريصي المري مع المستشار. ولكن البداية المقدمة الصدارة لهوم بن سعد بن طالب بن شريم على البداية على المركز الأول مع راهي يا بن شريم. ولكن الوصول من شعار بادي بن تركي بن صهيب، والوصول من كبس شعار فيصل بن سالم بن عبد الله هو القادم. الفهيدة مع سياف هو القادم، سياف والأمتار الأخيرة. يا لهوم يا بن شريم الأمتار المجنونة انطلق مع البداية مع راهي. ولكن سياف والأمتار المجنونة الواصل القادم سالم بن سعيد بن جرمان اليامي ابناء نجران الخطوره من اليامي. ولكن بنحويل سعد بن سالم بن علي ال فهيده المري من يقدم لنا انطلاقات واندفاعات. هملول وسلاله هملول الغني عن التعريف. يا بنحويل اسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والنقطه الثمينه بمهرجان سيدي ولي العهد. الله يا بن حويل تانينا والنوماس لمن قدم لنا هملول. سالم سعد بن سالم بن علي الفهيدة المري المركز الثاني بن جرمان اليامي من قدم لنا صايب سالم بن سعيد بن جرمان اليامي. المركز الثالث بادي بن تركي بن صهيب الدوسري مع لزام. المركز الرابع وصل شعار فيصل بن سالم بن عبد الله آل بحيدة المري مع سرمد. المركز الخامس الدخول من شعار راشد بن طالب بن فتح بن شريم المري مع مكنون. إذا تانينا والنوماس لمن قدم لنا هذا الأبداع المتميز وهذا البطل هملول بشعار بن حويل. من قدم لنا اسمه تانينا والناموس لسعد بن سالم بن علي الفهيدة المري. تانينا والنوماس لك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 3 دقائق ثانيتين 23 ثانية 23 جزءا
من الثانية صايب حلة في المركز الثاني سالم بسعيد بن جرمان اليامي 3:23 من الثانية. المركز الثالث كان الدخول من شعاب بادي بن تركي بن صهيب 3:39 من الثانية. المركز الرابع فيصل بن سالم بن عبد الله ألف هيدا مع سرمد. والمركز الخامس راشد بن طالب بن متعب بن شرين المري مع مقرون. إذا تانينا والنوماس لجميع الفائزين في هذا الصباح، وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ. تهانينا والنوماس لمن قدم لنا اسمه وقدم لنا هملول في هذا الشوط. كان شعاب بن حويل سعد بن سالم بن علي ألف هيدا المري.